واحد الاخ قال لك ودي الانتخابات على الابواب ولكن ماشي هي الهدف. لا سمحوا لي الانتخابات هي الهدف. حنا كنقول لكم ماشي باش نتوما توليو في المناصب هو الهدف، ولكن الانتخابات هي الهدف. المعركه ديالنا هي معركه انتخابات. دابا اردوغان اليوم كيدوز، الا طلع يمكن له يدير اي شيء يبغى باذن الله، الا ما طلعش انتهى انتخابات. الاتحاديين نتينو لا يعني في الانتخابات جاو هما الثانيين المره الثانيه ما طلعوش، طلع السيد رجل جطو. حنا يجينا حنا الاولين لان القانون كيقول رئيس الحكومه يكون من الحزب ديالنا، طلع رئيس الحكومه يمكن ما توفقش بحال اللي كنا كنتمناو، ولكن راه ساهم باش البلاد تبقى مستقره وسير بها خمس سنوات والحمد لله خرج كيف ما كان الحال. زعما لا يعاب بشيء عار اخذ عليه امور سياسيه سياسيه. واحد الاخ قال ودي الضوء الاخضر، انا ما عمرني ما حبست الاخوان باش يتكلموا. اللي كنت كنقول لكم مازال ما جاش الوقت باش نديروا لقاءات جماعيه يعني مع المجتمع مع الشعب، باقي الوقت. دابا تظهر لي جا، انا دابا كنتمنى الاخوان يخدموا ويوجدوا، عيطيو عليا باش نجي لاي مدينه من هذه المدن ديال هذه الجهه، انا موجود ونشوف هذا الشعب واش باقي باغي يشوفنا ولا ما تلاش باغي يشوفنا. ولكن خصكم تكونوا درتيو شغلكم قبل، ماشي تجيبوهم ليا مكشرين انيابهم. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.